يلا خلونا نسجل، يلا حنبدأ الفيديو الأول عشان شوفنا خذوا ردة فعلي على نظرية الدعوة. ووعدكم إني ما يعني الموضوع ما حناخده بتقليل القيمة، لا حنناقش نقاش علمي. يلا تفضل. صح، كلامه صح على فكرة. هاي أول نقطة عم يحكي فيها صح، هي أحد أهم النظريات اللي انبنت أسس التحليل الفني عليها. هي صوتك أحد أهم، كده مو سمع واضح. الصوت مو واضح؟ صوت الفيديو مو واضح. صوت الفيديو مو واضح. صوتك واضح ولكن صوت الفيديو مو واضح. طيب هلا دقيقة شوي حعلي الصوت، هيك واضح؟ سمعانين هيك منيح؟ سمعانين؟ لا مو واضح كمان. لا هيك لا صوت الفيديو مو واضح. شلون؟ شلون مو واضح؟ شباب اللي عم يتابعنا صوت واضح الفيديو مو معكم واضح. الصوت؟ أنا بالنسبة عندي صوت مو مسموع. نهائيا. أي طيب شباب، نهائيا ما في أي صوت. طيب باقي الشباب شو؟ مسموع الصوت عندكم؟ عشان قبل ما نبدأ شو شباب؟ الصوت حاكونا غير مسموع بالطبع. نهائيا. طيب خلينا نشوف بس هيك، وتسمع لي غير مسموع غير مسموع. شو واضح؟ مش واضح يا دكتور، مش واضح الصوت، واطي كتير. واطي كتير. طيب شو الحل؟ شو بدنا نعمل؟ شير انفيتيشنينج. طيب خلص تابعوا معي انتو، كل واحد شغله على جهازه اذا بده، او انا هحكي لكم شو عم يقول. اوكي، لانه ما بعرف في something problem، في شيء أعطينا الرابط، أعطينا الرابط يا دكتور، إحنا بنحضر. طيب هيا رابط، يلا ها فوتو، هيا على القناة الخاصة فوتو، العامة عفوا، يلا تفضل. هل احنا ما حناخد الموضوع مسخرة او استهزاء فيه، لا حنعمله بجدية. اوكي طيب حالكم شو عم يحكي وبعدين ننتقد النظرية. عم لك في احد اهم نظريات بالتحليل الفني هي نظرية داو. شو معنى نظرية؟ يعني بتعطيك تفسير. طبعا كلمة نظرية علميا لها معنى ثاني، مشان ما حدا ينط لي اللي لا مو هذا معنى كلمة نظرية، بس ما بدنا نفوت بالتفاصيل لأنه احنا متداولين. المهم هي أحد أهم النظريات التي تفسر حركة الأسواق المالية، يعني بناء عليها بنيت أسس التحليل الفني من أقدم النظريات، يمكن 1921 إلى 27 which I think. تمام؟ طيب هو عم يقول أحد أهم النظريات، هذا الكلام صحيح، بالعكس هي مو أهم النظريات، هي صلب التحليل الفني، أو هي الأساسيات، يعني مش شغلات اللبنات الأساسية اللي مبنى عليها التحليل الفني، وهي نقطة صح. Go ahead. خلال ربع ساعة بدي أفهمك عن نظرية الدعوة. أوكي، we will take it. يلا go ahead. طبعا شباب احنا مو هدفنا انه نحكي على شخص، يعني انا فاتح فيديو عشوائي، يعني ما بعرف ولا بيعرفني، مشان ما حدا يقول انه انت عم تطلع تنتقد اشخاص، انا عم بنتقد نظريه، فانا عم بحكي على ثيوري او على نظريه، تمام؟ ما بحكي على اشخاص، هذا الشخص اللهم ما بعرفه ولا بيعرفني. طيب هاي مادت لكم اصبعتكم، حطوا له لايك، هاي لايك من عندي، هاي 330، يلا جو اهيد. طيب انا هلا ما حانتقد النظريه، خليه هو يشرح بعدين اقول لكم اذا شرحه ناقص ولا كامل، زائد انه بعدين نعمل انتقادات لها. بس اول شيء نفهم شو هي، يعني انت ما فيك تنتقد شيء
بتكون بدون ما تكون فهمانه. يعني طلع مثلا مثل شخص اسمه مؤنس على قناة أموال المستقبل، طلع عم يقول الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن خزعبلات. لا، أنا برهنت بالدليل الواقعي وبكفي يوم امبارح قلت لكم البيتكوين هابط، هي الحالة بتكفي. فما فينا يعني علميا وعدلا ومنطقا بدك تنتقد فرضا انت كتاب معين، بتقرا الكتاب بعدين بتنتقده. فنحن عم نحاول نعمل هذا الموضوع نفهمه بشكل مختصر شو هي نظريه الداو. انا بعرفها شو هي، بس مشان المتابع على اليوتيوب اللي ما له سمعان بنظريه الداو يكون متابع لها بعدين بننتقدها. فما فيني انا انتقد شيء انا ما شفته. في بتلاقوا مثلا في عنا عادي، احنا عند العرب واحد بيقرا اسم كتاب فقط بتلاقيه بيقول لك شوفي بالكتاب وشوفي بتفحرس الكتاب، بيقعد بيألف لك قصص عن الكتاب، هو بحياته مفاتح الكتاب قاري اسمه بس. لا، نحن الأصل إنه أنت تقرأ النظرية وتشوف شو في عليها نقاط، بعدين إذا أنت عندك لك أبحاث معينة خاصة فيك تقعد بتنتقد النظرية. ومو أي شخص بحق له ينتقد على فكرة، اللي بينتقد بيكون أصلاً باحث، يعني باحث بهيك أشياء لحتى تعرف الفرق. يعني أنت إذا مو شايف بحياتك اللون الأسود وجيت قلت لك انا اللون الابيض هو اللون الاسود، فاذا انت مو شايف الاسود اصلا بحياتك شو عرفك انه هذا اللون الابيض مو اسود؟ تمام، فبدك تكون شايف الجهه المعاكسه لتقدر انت تنتقد النظريه. بالنهايه الهدف كلياته نوصل لشيء حقيقي، هل هذا الشيء يمكن تطبيقه ام لا. فهي احد النظريات الشهيره جدا، او مو هي احد اشكال التحليل الفني، هي احد الاساسيات اللبنات الاساسيه اللي مبنى عليها التحليل الفني. تمام، خلونا نتابع. طيب تمام شباب، فعم يقول لك مصدر هي 255 مقالة افتتاحية الكاتب تشارلز داو من صحيفة وول ستريت، بعدين اجى واحد يمكن اسمه جونز ونشر النظرية. فقلت لكم هي اصلا كانت عبارة عن مقالات منشورة بجرائد، ومقالات منشورة بجرائد هون تمام ما كتير تعبر عن حقيقة علمية. يعني لازم أنت تعمل إحصائيات، تمسك دراسة لهي المقالات، أي يعني مقالات بهذاك الوقت. بس لفهمكم، الجرائد بهذاك الوقت كانت مثل اليوتيوب عنا. يعني تخيل أنت هلأ يوتيوب يجي واحد مخترع لك نظرية معينة، بدك احتمالين، يا أما تمسكها وتطبقها على أرض الواقع وتشوف قد ايه دقة نتائجها، فاوكي صح، ما بيهمني انا شو مصدرها، علمية مو علمية، تحليل بالاشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء، تحليل بكاسة الشاي، انا بيهمني بالنهاية النتيجة تبعها. دائما always most of all the times عم تعطيني نتائج صح، فانا فيني اقبلها بغض النظر عن هي شو هي. الحل الثاني لا، تفوت انت تمام، هي انت بتتعامل معها بحياتك اليوميه. انت لما تفتح برنامج كمبيوتر على مايكروسوفت اوفيس، برامجها مغلقه، انت ما بتعرف البرنامج كيف بيشتغل. انت عليك فوتوشوب مثلا، برنامجه مغلق ما فيك توصل للكود المصدري تبعه او تعدل عليه، فخلاص اوكي انت عندك هاي الادوات على فوتوشوب واشتغل فيهم ادي الرغب، اتس اوكي صح تمام. في عندك لا طريقه ثانيه اللي هي بسموها الشيء المفتوح، انا بفتح لك الطريقه تبعي بقول لك الطريقة بتشتغل 1 2 3 وانا توصلت للنتائج من خلال 1 2 3، وهي بسموها بالعاده الامبريكال ستدي او الدراسات الاكاديميه تمام. فبتشرح لك الطريقه 1 2 3 فانت بتكون وصلت لهي النقطه تمام، فالناس بتفهم انت كيف اشتغلت بهي الطريقه لو وصلت لهي الحقائق. طيب دقيقة شوي، طيب تمام شباب. في نقطة لاحظوا، حطوا مليون خط تحت كلمة المؤسس ورئيس التحرير الأول لصحيفة الوول ستريت، حطوا مليون خط تحت منه. ليش مليون خط؟ أنا ما عم شكك، بس هي ملاحظة بين قوسين، إنه لما أنت تكون مدير جريدة، أو تخيلوا مثلا صاحب اليوتيوب عشان إحنا نكون فهمانين النقطة كلياتها، ف
تخيلوا اوكي انه شو اسمه تكون انت صاحب اليوتيوب، فانت فرضا او صاحب جريده معينه، ففيك تكتب اي مقاله فيها. وخلي بالك المقالات والجرائد بهذاك الوقت كانت مثل اليوتيوب حاليا عندنا، نفس الشيء same thing. فهيحطوا عليها مليون ملاحظه. احنا ما عم نقول انه في تحيز او انه كان ممكن ينشر الشيء اللي بده اياه بدون ما حدا يراقبه، بس المؤسس ورئيس التحرير الاول لصحيفه وول ستريت، هي انا عندي ملاحظات عليه. وانتبهوا النقطة انه هو صحفي، يعني اصله هو صحفي لحط هاي نظرية، ما هو عالم تحليل بيانات، فغالبا نظريته ما خضعت للتدقيقات من قبل العلماء حتى نقول هي صح او غلط. طبعا انا فكرة، انا ما بقول نظرية الداو هي غلط، انتبه، انا بقول لك هي ناقصة ليست كاملة، مشان هلا حيطلع لي واحد يقول لا نظرية الداو هي اي ماذا، عم يقول انه هي غلط، انا ما بقول هي غلط، هي ناقصة. لاحظوا شو قال، انه نظرية الداو هدول اللي معه تمام، وتنظموا هاي المقالات وطلعوها على شكل نظرية، ما بعرف انا كيف سموها نظرية، بس المهم طلعوها على شكل نظرية الى المجتمع المالي، قالوا هي ليست نظام تداول. وطبعا معروف حتى الان هي ليست نظام تداول، عم بحكي عن نظرية الداو مو عن التحليل الفني، لانه الداو جونز، نظرية الداو جونز هي الاب الروحي للتحليل الفني، او تشارلز داو هي الأب الفني للتحليل الفني، الأب الروحي. هدف النظرية، خلينا نشوف هدفها. الهدف من نظرية تمام، لاحظوا هون هي النظرية بتحدد لك الاتجاه العام لأسعار الأسهم بالإضافة للاتجاهات الثانوية التي تطرق عليها. فهو بس نظرية الداو شو الحدود تبعها، بتحدد لك الاتجاه وإذا في تصحيحات، هذا قصده. بس لاحظ أنه عميلك ما كان مهتم بحجم الحركة، شو عم يحكي هون، خلونا نشوف. طيب لاحظوا حكى نقطة جدا مهمة، الشرح على فكرة صحيح مختصر بس جيد. عميلك هدفه تحديد الاتجاه العام لأسعار الأسهم، وما كان بهمه قد ايه الزمن، يعني قد ايه مدة هذا التحرك، قد ايه مدة هذا التحرك تمام، أو حجمه، يعني سعريا قديش بده يطلع، وزمنيا يعني الترند لوين بده يواصل. وهي أحد الأمور القاتلة اللي أنا شرحتها بنظرية الداو. هو ما عم يحكي عن شيء ثانوي ما بهم انه انت تحدده تمام، هو بدأ بتحديد الامور الثانوية وغفى او تجاهل الامور الاساسية، اللي هو الامور الاساسية حجم الحركة تمام ومدتها، والاهم من هيك مدتها. ليش شرحنا هذا الموضوع بفيديو سابق؟ مدة الحركة شرحنا هذا الموضوع تمام. فهو ما بيهمه بنظرية الداو حجم الحركة، خليني أوريكم بشكل أدق أكثر من هيك أوكي، عشان تعرفوا إحنا شو عم نحكي. هاي هي، هذا هو الباث بوينت لمدة سنة كاملة. طيب أنت ضمن هالسنة الكاملة فرضا عندك قمم وقيعان، أوكي عندك أنت قمم وقيعان. طيب ممكن حاعطيكم مثال عملي عشان يكون امرنا واضح، هنحط all update plot اوكي. فرضا اوكي، فرضا عندي هذا الترند اوكي، فممكن هو ما بهمه قديش زمن الحركه، وهو اهم شيء، اهم شيء قد ايه زمن الحركه. ما عم بحكي انا ايمتى بده يصير زمن حدوث القمم او القيعان، عم بحكي زمن، زمن قديش بده يمتد الترند. يعني على سبيل المثال انا اشتريت من هذا القاع او اشتريت من هذا القاع، السعر طلع عمل لي هي القمه تمام، بعدين نزل
هبط، عمل لي هذا القاع، بعدين رجع طلع، بعدين هون بدأ، بعدين طلع، بعدين كسر عند هاي النقطة، صح؟ حسب نظرية الداو هاي نقطة خروج، خليني أكبر لكم إياها، إذا فينا نعمل زوم عليها، شايفين؟ حسب نظرية الداو عند هاي النقطة، عند هاي النقطة تحديدا عن هذا القاع، أنت لازم خروج لأنه أنت كسرت القاع السابق اللي قبله وما بدأت تعمل قمم أعلى. هاي نظرية الداو، فهذا هو الاتجاه العام. هو أهمل نقطة أساسية اتجاه الحركة. اتجاه الحركة إنه هاي قمة واطية وهاي قمة أعلى منها حتحصل بعد ما يصير معك هذا الفالس بريك أوت. فأنت ما شملت الداو، أنت أهملت ركن أساسي من أركان أو من الشيء اللي بيهم المتداول. قديش مدة هاي الحركة؟ أو قديش عمر أنا بسميه عمر الدورة الاستثمارية لإلي، هو حاملة. وهذا شيء أساسي جدا، أنت مو هامل والله، مو هامل شيء ثانوي أو فرعي، ما بيهم. أنت صار عندك المجال مفتوح، وزائد المجال مفتوح يعني قمم أعلى قمم أعلى، تمام؟ فجأة ممكن صار ينزل يعمل لي قاع، قاع واطي ويخسرني. طيب هون رد يرجع يطلع مرة ثانية. طيب أنا هون شو خسرت بهالحالة؟ خسرت زمن أو عمر الدورة الاستثمارية تبعي، فأنا عم ضيع وقت فقط، مثل ما عم بيصير بالبيتكوين. البيتكوين بده يطلع بده يطلع بده يطلع، ما نحن بنعرفها، تراب الأرض بيعرف إنه البيتكوين بده يطلع، بس أنت عم تضيع لي من شهر 10 لهلا يا رجل، شهر 3 عم تضيع لي وقت، وبالإضافة عم بصير تراجع على حسابي. فالداو لما أهمل موضوع الزمن، هذا الزمن جدا مهم، مو لأنه أنا بشتغل تحليل زمني، بس لأنه هذا الواقع اللي إحنا عم نشوفه قدامنا. لما أهمل موضوع الزمن، هو أهمل ركن أساسي اللي هو متعلق بعمر الدورة الاستثمارية تبعي، تمام؟ شو معنات عمر الدورة الاستثمارية؟ أوكي، في ناس بدها تشتري من هذا القاع وتطلع بالسنة 2035، في ناس لا، الدورة الاستثمارية تبعها تشتري من هذا القاع وتبيع عند هي القمة، في ناس عمر الدورة الاستثمارية تبعها تطلع تشتري من هذا القاع وتطلع، في ناس عمر الدورة الاستثمارية تطلع تفوت من 2 أبريل وتطلع ب 14 أبريل، 10 أيام أو 12 يوم، تمام؟ في ناس بدها تبيع البيتكوين من هون وتضل هون، تمام؟ عند هذا القاع اللي هو أدنى قاع حيكون بسنة 2022. فهذا اسمه عمر الدورة الاستثمارية، وهي بحددها أمرين: إما المتداول نفسه إذا عنده علم في موضوع الزمن الترند او زمن الدوره الاستثماريه تبعه، على الاغلب 99.99 متداولين ما عندهم اي معلومات عنه اطلاقا، 99.9999 يعني 1 بالمليار اللي بيعرفوه، تمام؟ وما في ادوات تحللها. ليش؟ لانه نظريه الداو، نظريه التحليل الفني هامله هذا الموضوع، معتبرته موضوع ثانوي ما له هاملته، فهو اهم شيء اساسي. النقطه الثانيه، تمام، عمر الدورة الاستثمارية بحدده المتداول أو بتحدده طبيعة حركة الأسواق. إذا أنا شايف البيتكوين لساته هابط لهون، لا أنا بضل لهون لهي النقطة طالما أنا حعمل أرباح، تمام؟ فاللي بحدده حجم رأس مالك زائد طبيعة الأسواق زائد عمر الدورة الاستثمارية تبعك. في ناس بدها تشتري بيتكوين وتبيع هون، في ناس بدها تشتري هون وتبيعه بس لتشوف قمة عالية عالية جدا تبيعه، تمام؟ فهمت علي شو؟ فهو هامل شيء أساسي، هو عنده المجال مفتوح، وبما أنه فتح المجال يعني مجال مفتوح forever زمنيا، فهو ما بيهمه أصلا الزمن شو هو، لأمتى حتستمر هاي الدورة الاستثمارية، تمام؟ فهذا الموضوع مفتوح عنده. بنفس الوقت هو موضوع قصير عنده. شلون يعني قصير؟ يعني فجأة اشترى هون، أو خليني أعطيكم مثال عملي، اوكي؟ لاحظوا، اشترى فرضا هون بهي النقطة، السعر طلع عمل له قمة، اتس اوكي، ضل فيها، عمل قمة كمان هون أعلى منها، اتس اوكي، هون بلش يهبط كمان، تمام؟ ضل بالصفقة، هون إجا هبط، ضل بالصفقة هون مرة ثانية طلع، قال لا السعر بده يهبط، فجأة السعر شايفين عمل له قمة أعلى من كل هاي القمم. فهو أدى إلى خسارة المتداول. أما لو عندي نظرية تانية مختلفة عن نظرية الداو، أو نظرية أشمل منها وأعمق منها، الداو عطى البيسك 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 الأساسي بحركة الأسواق المالية، بس ما قدر يشملها كلها ويفصلها كلها. فهون
لو عندي ألم أنا لا أفضل بالصفقة حتى لو صار التراجع لهون، تمام؟ أفضل بالصفقة حتى 22 أكتوبر، حيعمل قمة عالية جدا وبيع عنده. Very simple، تمام؟ فنظرية أهملت شيء أساسي جدا، فهو بيهمه بس الاتجاه العام، تمام؟ حتى ما بيهمه حجم الحركة، إنه أنا عندي والله حركات سعرية قوية والحركات سعرية ضعيفة مثل هلا البيتكوين اللي عم يعمله. السوق الامريكي وجد ان احوال البورصه تحت طبعا كمان معرفة حجم التحرك السعري، يعني بيتكون حيطلع بشدة ولا حيتحرك تحرك جانبي، هذا موضوع جدا مهم. ليش؟ لأنه لاحظ هاي البيتكوين عم يتحرك حركات جانبية، هاي كلها مضيعة للوقت ولرأس المال. أوكي؟ هاي ما بيستفيد منها إلا المتداولين اللي عم يتداولوا، متداولين صغار فقط، يلي بفوت بيطلع صفقة بنفس اليوم، بس كإنفستر وكحسابات حتى فوق ال 2000 دولار ما بتفيدك بأي شيء، إلا إنه هي ضيعة وقت ولعب بالأعصاب. فهو أحمل الحركة السعرية، وهذا الشيء كمان أساسي مفصلي، هو مفاصل حركة الأسواق المالية أهملها. ركز على نقطتين: تحديد الحركة، تحديد التصحيح. وما بيهمه حتى الحركة إذا كانت دافعة قوية أو دافعة ضعيفة أو حركة اتجاه جانبي، فهي كلها أمور أهملها. فهو أهمل شغلات أساسية. طبعا انتبهوا، نحن نحكي بعقلية 1921 بالعشرينات أو الثلاثينات تبع القرن الماضي، يعني عم تحكي قبل 100 سنة، فكان هيك مستوى تفكيره. فكمان أنا ما فيني أروح آخذ عادات وتقاليد ناس كانت عايشة قبل 100 سنة وإجي أطبقها على عصري وأقول هن الصح، تمام؟ لا، الأمور تغيرت. شو اللي تغير؟ الأسواق المالية هي نفسها، التحركات هي نفسها. اللي تغير وعي الإنسان، أنا صار عندي وعي للحركة، صرت أطلب تفصيلات أكثر لحركة السعر لأنه هي اللي بتفيدني، بينما هن كان مخهم محدود، تمام؟ كان مخهم محدود، وعي محدود، ما بحكي مخهم مشان ما حدا يزعل، وعي كان محدود. يعني ما فيني اروح انا على ايام اليونان اللي كانوا يعتقدوا انه في اله اسمه بوسايدن واقف ورا البحار، كل ما بيعصب بيطفش الامواج، بتقوم بتصير فيضانات وبيسحب له مدينتين ثلاثه موجودين على الشاطئ. هذا الموضوع ما فيني اطبقه بهذا العصر. بكل بساطه كان من قبل عندهم حقيقه علميه، هلا ما صار حقيقه علميه. فنظريه الداو عطت بس هيك مثل يعني الهيدلاين لحركة الأسواق المالية، ما فاتت بتفصيلاتها وما عطتني شيء حقيقي. بس خلونا نكمل مع نظرية الداو. طبعا لاحظوا أننا عم نعمل لها فيديوهات بعصرنا هلا، تعطي إشارات ومعلومات قوية حول حالة الاقتصاد في أمريكا، فقام بجمع عدد من الأسهم الصناعية القيادية وأخرى في المواصلات، حيث كان الاقتصاد في أمريكا قائم على الصناعة والنقل في ذلك الوقت. شو شباب، نكمل ولا حاسين حالكم مليتوا؟ وعمل متوسطات لها كمؤشر قوي على حالة الاقتصاد. استمر يا دكتور، استمر. معك استمر. مؤشر داو جونز. الغريب في الموضوع أن تشارلز لم يكن يقصد بكل ذلك معرفة حالة الأسهم والبورصة إطلاقا، وإنما حالة الاقتصاد فقط. لذلك أكمل خليفته ويليام والآخرون جمع كتابات تشارلز وصياغتها لنظرية داو كما نعلمها في الوقت الحاضر. المبادئ الأساسية الست. بنيت نظرية داو على ست مبادئ رئيسية. الأول، متوسطات السوق تحسن كل شيء. الثاني، الاتجاهات الثلاثة للسوق. الثالث، الاتجاه العام يظل فعال إلى أن يتأكد انعكاسه بشكل واضح. الرابع، المراحل الثلاثة للاتجاه العام. الخامس، مؤشرات السوق يجب أن تؤكد بعضها البعض. السادس والأخير، أحجام التداول يجب أن تتوافق مع الاتجاه. فيما يلي سنستعرض كل مبدأ من هذه المبادئ على حدة. المبدأ الأول، هون عم يحكي عن المتوسطات. خلينا نشوف المتوسطات شو هي. انا ما بدي استبق الاحداث لاني حافظها نظريه الداو، بس بدي اياكم انتم تشوفوا. اسعار الاسهم والمؤشرات العامه بالاسواق تعكس كل المعلومات الحاليه المتوفره، ومن شانها ايضا حسم كل شيء متنبأ به في المستقبل. تعمل على فرضيه السوق الكفء، والتي تنص على ان اسعار الاسهم
الأصول تعكس جميع المعلومات الحالية المتوفرة، والمعلومة الوحيدة التي لا تعكسها هذه المعلومة المجهولة. أسعار الأسهم تعمل بشكل سريع على عكس وتحديث تأثير جميع المعلومات الجديدة بمجرد توفرها. بمجرد توفر معلومة جديدة تقوم أسعار الأسهم بالتغيير المناسب لهذه الأخبار. ولذلك قام تشارلز داو بصنع مؤشره الخاص داو جون، وهو عبارة عن عدد من الأسهم المهمة، وبأخذ متوسط أسعار تلك الأسهم يمكن أن يتوقع ماذا سيحدث في الاقتصاد بناء على المعلومات الحالية. طيب تعال شوف المتوسطات، وحكى نقطة جدا مهمة، متوسطات الركز وهي بدها تركيز بدها دماغ عالية. يعني متوسطات أسعار الأسهم والمؤشرات العامة للأسواق تعكس كل المعلومات الحالية المتوفرة، ومن شأنها أيضا حسم تنبؤات المستقبل. فرضية السوق الكفؤ، أسعار الأصول تعكس جميع المعلومات الحالية المتوفرة، أسعار الأسهم تعمل بشكل سريع على عكس وتحديث تأثير جميع المعلومات بمجرد توفرها. تمام. طيب فهون هاي النقطة، هاي نقطة جدا مهمة على فكرة، هاي نقطة صحيحة عن داو جونز، النقطة رقم واحد هي صحيحة. متوسطات أسعار الأسهم والمؤشرات العامة للأسواق تعكس كل المعلومات الحالية المتوفرة، ومن شأنها أيضا حسم تنبؤات المستقبل. هذا موضوع جدا مهم. وبعدين جماعة اللي اخترعوا أدوات التحليل الفني مو داو جونز طبقوها غلط. شو عم يقول لك؟ عم يقول لك الأسعار والمؤشرات العامة للأسواق تعكس كل المعلومات المتوفرة حاليا. هذا صح، correct. تمام. ومن شأنها أيضا حسم تنبؤات المستقبل. في نقطة مهمة جدا عم يحكي عنها، إنه السعر الحالي، أنت عم تدفع هلا سعر البيتكوين قديش؟ عم تدفع سعر البيتكوين فرضا أنت اشتريت من هذا القاع 37,161 مثلا for example، أنت ما عم تدفع حق البيتكوين هلا، أنت عم تدفع ثمن كل المعلومات المتوفرة يلي حتعمل لك تنبؤ لسعر المستقبل شو حيكون البيتكوين. تمام. فالسعر الحالي هو بيعكس مو القيمة الحالية للبيتكوين، بيعكس قديش في عنا تدفقات نقدية على البيتكوين، قديش ممكن يصير البيتكوين في المستقبل. تمام. يعني على سبيل المثال اكزامبل واضح، حيكون هون البيتكوين لما كان ب 3000 سعره ب 3000 عم يقول لك انه سعر البيتكوين رخيص، والمستقبلا هذا ممكن يسعر بسعر اعلى. فهي هي نظريه الداو، او هيك بيقصد. فانت ما عم تدفع ثمن البيتكوين هلا، انت ما عم تدفعه ثمن هي اللحظه، انت عم تدفع قيمه مستقبليه لإله. على سبيل المثال شرحناها هي قبل، انا لما بدي اشتري بيت عندي حلين، اما اشتري بيت او استاجر بيت لما بدي اسكن. فاذا انا استاجرت بيت حدفع ثمنه بالتقسيط على مدى 20 او 30 سنه، ونفس الشيء انت حتدفع نفس القيمه تبع حق البيت من خلال إيجارك، وأنت ما حتكون مالك. طيب لو أنا اشتريت حاليا البيت، فرضا البيت حقه إذا حسبنا إيجاراته على مدى 20 سنة، البيت حقه مليون، أي عملة؟ مليون بيتكوين. أما لما أنا اشتريته كاش هلأ حيوقف عليه ب 800,000. فحاليا عم بدفع أنا 800,000 لقيمة مستقبلية تستحق المليون. عرفتوا شو معنى سعر؟ نفس الشيء هيك معنى سعر. حكينا أنه أصلا جماعة التحليل الفني مو الداو، التحليل الفني ما بيفهموا معنى كلمة سعر شو هو. أنت سعر عملي ما بتدفعه هلا، أنت بتدفع ثمن القيمة المستقبلية لها. بمجرد توفر معلومة جديدة بتكون أسعار الأسهم التغيير طبعا هون هو مفترض فرضية السوق الكفؤ، أنه أسعار الأصول للأسيت تعكس جميع المعلومات الحالية المتوفرة، أسعار الأسهم تعمل عنده أصول عنده أسهم. الأسهم هي رياكشن سريع بعد ما تجمع المعلومات عن السوق كلاته، فمباشرة الأسهم تعمل بشكل سريع على تحديث تأثير جميع المعلومات بمجرد توفرها. فهو مقسم الموضوع لقسمين، الأصول أنه بتعكس المعلومات الحالية المتوفرة، والأسهم هي اللي بتعمل رياكشن سريع لهذا الكلام. طبعا هذا الكلام محتاج تدقيق
أنا مالي موافق تماما أن أسعار الأصول تعكس جميع المعلومات الحالية المتوفرة ومالها يعني ما بتعمل رياكشن سريع، وأسعار الأسهم هي اللي بتعمل رياكشن سريع. فهذا الموضوع بده شوي استفاضة، مو هذا موضوعنا، نعمل باس عليه. ولذلك قامت شارل داو بصنع مؤشره الخاص داو جون، وهو عبارة عن عدد من الأسهم المهمة، وبأخذ متوسط أسعار تلك الأسهم في وقتنا الحالي، لم يتبقى من الأسهم التي اختارها شارل للمؤشر أي سهم عدا سهم وحيد، وهو سهم شركة جنرال إلكتريك. أما باقي الأسهم تم تغييرها حسب المتغيرات الزمنية للشركات والأسواق، حتى يستطيع المؤشر أن يعبر عن الواقع التاريخي الحالي للاقتصاد. وبالطبع تم إنشاء المزيد من المؤشرات العامة للسوق الأمريكي، كمؤشر الناسداك مثلاً، والذي يعبر عن قطاع التكنولوجيا. وذلك بالبداية الألفية الجديدة ظهرت وبقوة شركات التكنولوجيا في أمريكا، وكان لابد من معرفة متوسط أسعار أسهمها، لأنها بالفعل قد دخلت بقوة في القطاع الصناعي للدولة. نبدأ الثاني، الاتجاهات الثلاثة للسوق. توجد ثلاثة اتجاهات للسوق: الأول الاتجاه العام، الثاني الاتجاه الثانوي، الثالث الاتجاه الخطيب. أول الاتجاه العام مدته سنة فأكثر، ويحدد الاتجاه العام للسوق سواء كان صاعد أو خافض، ما يعرف مدته من 3 أسابيع إلى 3 شهور، وهو عبارة عن حركة تصحيحية صغيرة معاكسة للاتجاه العام. ثالثاً الاتجاه التطبيق، وهو اتجاه يدوم لبضعة أيام فقط، وهي عبارة عن تذبذبات قصيرة المدى لا يمكن توقعها، أو ما يعرف بضوضاء السوق. طيب طيب شباب، خلونا هلا بنعمل انتقادات على هذا الموضوع. هذا المثال يلخص لنا هلا هون، تمام، ما فينا نقول ما فينا صح وما فينا نقول غلط، لأنه هو عم يحكي عن تعريفات عامة، اتجاه عام أي واحد بيعرفها، مدته سنة أو أكثر، ممكن 10 سنين، ممكن 100 سنة، ممكن مليون سنة. تمام، فمدة السنة ما تمام، ما فيك تقول إنه الاتجاه العام مدته السنة أو أقل أو أكثر، تمام، ما فيك تحدده، لأنه الموضوع هو شواستيك، هو عشوائي أو كيو إس، يعني الموضوع ما بيخضع على شيء تعريف إنه تقول هو السنة أو هو 10 سنين. ممكن الاتجاه العام هو طالما صار بيعمل قمم أعلى فهو بيعمل قمم أعلى، شرحنا لكم يعني حسب النظرية تبعي. الاتجاه الثانوي التصحيح، أوكي، فهي تعريفات عامة يعني لا تقدم ولا تؤخر، هي مع مصطلحات تحليل فني واخذوها منه، تمام، كوبي بيست. لكن عمليا الشيء اللي بيصير بالواقع بالسوق حسب الموديل اللي انا طرحته لحركه الاسواق الماليه اتس ديفرنت. انت في بكل بساطه عندك نقطه هاي، عندك نقطه لو، وبيناتهم في عندك هايات لوات، بكل بساطه هذا هو. تمام شباب، هاي اللي أخذوها لما تسمعوا أنتم المحللين الفنيين، تمام، إنه في عنا اتجاه عام، في عنا اتجاه ثاني وتصحيح، في عنا اتجاه طفيف، هاي كلها تأخذينا مصدر عن نظرية الداو. هذا الكلام ما هو دقيق، ما هو أكيرت، أنا انتقدته، ما هو أكيرت، ما بيمكنك تعمل استثمار ناجح. إنه شرحنا لكم هذا يعني، ما بدي أعيد الشرح مرة ثانية، تمام. طيب عندك هون اتجاه من هون لهون، طيب اتجاه من هون لهون صاعد، طيب من هون لهون شو هابط، طيب هون ما في بيناتهم السنة. والنقطة الثانية، تمام، طيب بعدين اتجاه من هون لهون، أعطيكم مثال عملي، شايفين السعر من هاي، فرضا من هاي القمة، تمام، من هاي القمة عم يعمل قمم أدنى 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 أدنى، فجأة طلع عمل قمة أعلى. فما في شيء اسمه اتجاه عام بكل معنى الكلمة، في عندك قاع وفي عندك قمة، عندك نموذج السايكل هو الأصح، دورة صاعدة دورة هابطة، دورة صاعدة دورة هابطة، دورة صاعدة دورة هابطة. ممكن الدورة الصاعدة
تمام. ممكن هون هاي الدورة الصاعدة شايفين هاي صعد، بعدين صار عامل الاتجاه الجانبي، بعدين فجأة يطلع لك لفوق، ممكن صار يطلع يرجع يهبط بعدين يطلع. فما فيك تحصر الموضوع بنموذج واحد، تمام. فهي أحد الانتقادات الثانية موجهة لداو جونز أو نظرية الداو، أوكي، نظرية الداو. فهو عم يقول إنه أنت عندك اتجاه عام سنة أو أكثر ما فيك تحدده نهائيا، هو موضوع الفكرة مو بتحديده أنت نظريا سنة أو أكثر، هو حسب السعر هل سوف يطلع يعمل لك هايات، وشو عمر الدورة الاستثمارية تبعك شرحنا. وهي عبارة عن تذبذبات تصير في المدى لا يمكن توقعها أو ما يعرف بضوضاء السوق. ينفس لنا الاتجاهات الكلام في السوق. كما عرفنا الاتجاه العام يكون هو الاتجاه الأقوى والواضح، والتصحيح يكون هو معاكس للاتجاه العام. طيب هون شايفين لاحظين هون بدأ القصور بنظرية الداو يظهر، إنه شايفين هون عامل لك سهم طالع لفوق، بعدين تصحيح، بعدين سعر حيطلع يعمل لك هاي أعلى، بعدين حيهبط، بعدين حيطلع، وهذا اتجاه عام صاعد. شايفين معرف هاي الميكانيكية إنه هي اتجاه عام صاعد. طيب حبيبي تعال شوف هاي نظرية السايكل، تمام، أو موديل السايكل، وهذا مو موديل سايكل عادي أنا معدله بما إني شايفه صح بالأسواق المالية، أوكي، تمام. حاعطيك مثال، هذا مثال شرحناه، تمام. فهذا المثال احنا شرحناه، صار عمل لقاع، رجع عمل قمة، رجع عمل هون قاع، رجع طلع هبط هبط، انت هون على حكيك انتهى الاتجاه الصاعد، رجع عمل لقاع، تمام، رجع طلع هبط طلع لفوق. فالمفروض انه انت هون دخلت باتجاه هابط. طبعا حيبلشوا الناس يقول لك لا هاي هي حركة وهاي هي حركة وهاي هي حركة، حيبلشوا طلعوا فتاوى مشان افتاء نظرية الضوء. فهذا النموذج صاعد من هاي النقطة وهي النقطة، هو صاعد، تمام، بس ما عمل السعر بيناتهم قمم أعلى وقيعان أعلى. طبعا هو شو حيقول لك، لا هذا حركة تصحيحية. طيب نظرية الداو، تمام، هي عبارة عن حركة تصحيحية. طيب أوكي أنا معك إنه هي حركة تصحيحية، بس نظرية الداو انتهت هون عند هي النقطة لما السعر توقف عن إنه يعمل قمم أعلى، تمام، وقيعان أعلى. هون بعد منا عندي هبوط خلال فترة زمنية قصيرة، رجعت أعمل لي هاي أعلى. فنظرية الداو شايفين السعر نهائيا إطلاقا ما متحرك على نظرية الداو. طبعا نحن مو هدفنا ننتقد نظريات بهدف الانتقاد، نحن ما بنناقش أشخاص، نحن بنناقش أفكار. فالفكرة شايفين هون إنه لا، ما لا تعبر نظرية الداو، هاي السوق ما متحرك بنظرية الداو. طبعا حيقول لك هون لا أوكي هون هي على قمة والسوق بعدين دخل مرحلة التصحيح، ما دام انه وقف عندك نظرية الدعوة قاصرة انه تعطيني الاتجاه العام شو هو، فانت انتقدت نفسك بنفسك. اذا قلت لي لا نظرية الدعوة تنتهي هون وهذا من بدأنا اتجاه تصحيح، فبقول خلاص وقف عندك، انت جاوبت على حالك، انت عم تقول نظرية الدعوة بتحدد الاتجاه العام، هي مو قادرة تحدد الاتجاه العام، فاوكي خلاص اصطاد نظرية الدعوة قاصرة على اعطاء الاتجاه العام. هو شايفين اعطي بس هذا النموذج، وهذا انت عم تحكي طبعا انتبه مع اشخاص من 1920 21 1900 خشب قبل الميلاد، فهيك كانت وجهة نظره للأسواق المالية، وهو هيك كان شايف الأسواق المالية. فما بصير أنا أمسك نظرية الداو وعاملها معاملة مقدسة إنه فقط الأسواق المالية هيك بتتحرك. طيب لو جاك حالة مثل هي، أنت شو بدك تعمل؟ أنت بكل بساطة حتوقف تتفرج على الرصيد تبعك عم يطلع ينزل، أنت ما عارف عن أي شيء، وممكن تبيع وفجأة تك يعمل لك هاي. هذا اللي عم بصير مع المتداولين. ليش؟ لأن الأساسيات غلط. هاي حالة خاصة من حالة السوق، بس مو هي الحالة العامة اللي خلاص إنه السوق هيك لازم يتحرك، تمام. فهي أحد انتقادات الجوهرية نظرية الداو وكميات تداول وأحجام بسيطة. عند تطبيق ذلك على الاتجاه العام الصاعد، نجد أن موجات الصعود هي موجات قوية وطويلة، موجات الهبوط هي موجات تسريحية صغيرة، والعكس تماما ينطبق. عميل لك دائما موجات الصعود بتكون قوية وموجات التصحيح بتكون قصيرة. طبعا هذا موضوع 70% صح، بس مو دائما بيكون صح. أحيانا بتكون فجأة السعر مثل العملات الرقمية فجأة بيعمل لك تك لتحت، مثل ما صار بالبيتكوين، يعمل لك تك لتحت ويرجع بيطلع. فما فيك تعمم، هاي قاعدة غلط تعميمة. الاتجاه
الضغوط نجد أن موجات الضغوط هي موجات قوية وطويلة، وموجات صعود التصحيح هي موجات، ولذلك يرجى اتباع اتجاه العام يظل فعال إلى أن يتأكد أن انعكاسه الجملة في ظاهرها صح في باطنها غلط. الاتجاه العام، أنت أصلا نظريتك قاصرة عن تحديد الاتجاه العام، يعني شايفين كل هذه الانتقادات اللي احنا وجهناها نظرية الداو، تمام، وتسارع ينزل، تمام. يعني نظرية الداو بكل بساطة بهي المنطقة شو حيقول لك؟ خليني رسيت للزوم، أوكي، بهي المنطقة تحديدا حيقول لك أنه أنا عندي دائما قمم أعلى قمم أعلى، بعدين بس للسعر يبدأ يعمل قمم أدنى، تمام؟ حسب نظرية الداو الصورة اللي شفناها ما تتغير الاتجاه، فأنت عندك هون تغير الاتجاه إذا حابب. طيب هون السعر طلع لفوق، رجع عمل لي هاي أعلى، أعلى من هاي الهاي أصلاً اللي كانت هون، فشلون قلت لي إنه الاتجاه انتهى هون الاتجاه العام، تمام؟ طيب فهون أصلاً أنت عم تقول الاتجاه العام يظل فعال إلى أن يتأكد الكاسو، أنت أصلاً نظرية الداو ما قدران تحدد لي الاتجاه العام. وليش ما قدران يحدد نظرية الاتجاه العام الداو؟ لأنه أهمل تأثير الزمن، تمام؟ فأهمل تأثير الزمن فتوصل هي النتيجة المشوهة، وهذا الطفل المعاقل هي نظرية الداو، داو جونز. هو عبارة إيه صح، هو طفل وليد ولكنه معاق. فأنت هون هذا الاتجاه، أنا طلعت بعد هون، تمام؟ أو ممكن سعر عكس علي بعد هون، أو كنت مشتري هون بهي المنطقة وقلت لي حسب نظرية الداو إنه الاتجاه العام نعكس، فجأة لقيت سعر عمل لي هاي أعلى. صارت معكم ولا ما صارت؟ أكيد صارت. ليش؟ لأنه هاي هي نظرية صحيحة لتحرك الأسواق المالية. الأسواق المالية تتحرك بطريقة عشوائية يمكن رصدها، تمام، ويمكن توقعها، ولكن هي حركة عشوائية، وانتبه ليست فوضوية. ليست فوضوية لأنه بالنهاية هي عم تنفذ دورة زمنية معينة. هاي هي مبادئ النظرية تبعي، نظرية عماد داو. هاي هي النظرية تبعي اللي أنا متبنيها بحركة الأسواق المالية. الأسواق المالية تتحرك بطريقة عشوائية ولكنها ليست فوضوية، وفي فرق بين كلمة عشوائي وبين كلمة فوضوي. زائد النقطة الثانية، تمام، الأسواق المالية يمكن توقعها مع أنه هي عشوائية. كيف يتم توقعها؟ زمنيا. انتقادات نظرية الداو وجهناها أنه ما مراعي موضوع الزمن، فهو بكل بساطة بهون نهالي الاتجاه هون اللي خلاص أنت اتجاهك هابط لأنه بدأت تعمل قمم أدنى وقيعان أدنى. فجأة أنا بعت هون بناء على كلامه للداو، بعدين فجأة طلع السعر عمل لي قمة أعلى، هون أنا أكلت تخيطة محترمة، خسرت بكل بساطة. فلا يمكن أنه أنت حاطط ستايل معين لحركة الأسواق المالية أو موديل معين وتقول لازم الأسواق المالية تجبرها أنه تتحرك، تمام؟ فهو شو عمل لك؟ الاتجاه العام يظل فعال إلى أن يتأكد من انعكاسه. كلام صحيح بشكل عام، بس تعال طبقه على أرض الواقع، ما حيطبق معك. شو معنى اتجاه عام؟ إذا أنت أصلاً ما قدران تحدد اتجاه عام بنظرية الداو، لأنه أسواق المالية تتحرك بطريقة عشوائية مثل ما أنتوا شايفين. القدرة على التمييز بشكل أفضل، متى يكون الاتجاه العام صاعد؟ تعال شوف هلا هو بده يعلمكم كيف تميزوا الاتجاه العام الصاعد. كما ترون في المثال، يكون الاتجاه العام صاعد باستمرار تحقق الشرطين التاليين. الشرط الأول، تكوين قمة جديدة أعلى من القمة السابقة. الشرط الثاني، تكوين قاعدة جديدة أعلى من القاعدة السابقة. متى ينتهي الاتجاه العام الصاعد؟ طيب تمام، شو عم يقول لك؟ انه انت شغلات بنعطيك شغلات حسب نظريه الداو تساعدك انه الاتجاه العام صاعد لما لا، فقال لك طالما السعر عم يعمل قمم اعلى فهو شو؟ اتجاه صاعد، وقيعان اعلى فكمان يعني مع بعض لازم، قيعان اعلى وقمم اعلى فهو اتجاه عام صاعد. طيب هون سؤال، انا بوجه السؤال للداو، طبعا لو كان عايش وشاف هذا الشارت كان راح حذف كل الأشياء اللي هو كتبها بوال ستريت. هاي ترند عام صاعد وما عنده قمم أعلى، قيعان أدنى، عفوا قمم أعلى، قمم أعلى، بلشنا نخبص يا جماعة، قمم أعلى وقيعان أعلى، فما عندنا هذا الحكي كلياته. وعندي هذا الترند عام هابط، لاحظين آخر شيء عندي قاع، بس ما عندي قيعان أعلى وقمم أعلى. عندي هاي القمة هي أعلى من هاي القمة، بس السعر لسات ترند عام هابط، وهذا مدته أقل من السنة، عشان ما يقول لا هذا خارج الشروط الداو جونز أو نظرية الداو. الداو جونز هو المؤشر خارج نظرية الداو، فتعريفك غلط. أنت أخذ حالة خاصة مفترض أن السوق كلها تبدأ يمشي عليها، فأنت أصلا ما فيك تحدد اتجاه عام حسب نظرية الداو.
بكل بساطة غير السمبل، مو صدقني أروح أتداول. على نفس المثال السابق، بمعرفة انتهاء الاتجاه العام الصاعد يجب على المتداول انتظار ظهور إشارتين. الإشارة الأولى عدم تكوين قمة جديدة أعلى من القمة السابقة، وتعتبر هذه الإشارة تحذيرية يتابع مع المتداول ماذا سيحصل له. الإشارة الثانية هي كسر القاع السابق بالإغلاق وتكوين قاع عدل، وهذه الإشارة تعتبر إشارة مؤكدة، وعند كسر القاع السابق بالإغلاق يجب على المتداول الخروج. نأتي الآن إلى الاتجاه العام الهام. عاملك اتجاه العام الصاعد، تمام؟ عاملك انه لازم تبلش. اوكي خليني اخذ لكم الهابط لانه مثالنا على الهابط. اما الشرط طبعا عم اقول لك بالاتجاه الهابط كيف تعرف انه تغير الصاعد، انه لما يبلش يوقف يعمل لك قيعان، اول ما يبدا يعمل لك قاع اعلى من القاع السابق، تمام؟ وبعدين إن تمام تظهر إشارتين. عدم تكوين قاع جديد أدنى من القاع السابق، وتعتبر هذه الإشارة تحذيرية. يعني أول ما يكون لك قاع فهي إشارة تحذيرية. عندها يجب على المتداول الحذر ومراقبة ماذا تحصل ما دخلت السوق. الإشارة الثانية هي اختراق القمة السابقة بالإغلاق وتكوين قمة أعلى منه، وتعتبر هذه الإشارة مؤكدة. عامل لك هون هي إشارة تحذيرية، لما بقى يعمل لك قيعان أدنى، هون قاع أدنى قاع أدنى قاع أدنى، فما بقى يعمل لك قيعان أدنى، وهون الإشارة التأكيدية لما يكسر لك القمة السابقة. طبعا هذا حكي حالات خاصة فقط. كمان مرة ثانية بقول لكم هذا حكي أوكي بعام 1920، فما كان حكي دقيق وما في حدا دققه، تمام؟ ما كان في نظريات أصلا أو الناس حتى تدرس هذا العلم، يعني ما كانت الناس مهتمة بأهمية هذا العلم حتى تدرسه، أوكي؟ فأنت عملت الاتجاه الصاعد إمتى انتهى؟ لما يكون في عندك قمة، تمام؟ قمة أعلى، سعر وقف يعمل لي قمم أعلى، أوكي تقريبا مثلا هون وقف يعمل لي قمم أعلى، تمام؟ هون خلينا نشوف إذا فينا نكبر هذا الجزء، أوكي طيب السعر هون هي قمة أعلى من هي القمة، أوكي تمام؟ بعدين السعر وقف يعمل لي قمم أعلى، بعدين كسر القاع السابق، تمام؟ هون طبعا في عندنا قمة حيجي تصحيح بيناتها، حيعمل لك قمة لأنه هدول قمتين ورا بعض، فبيجي تصحيح بيناتهم، تمام؟ بيكسر لك القاع السابق، تمام؟ هذا القاع السابق، هون في قاع حيتم كسره، بعدين السعر تمام مفروض إنه يهبط، هون عمليا اللي صار إن السعر طلع. طبعا هذا محاكي، هذا محاكي للأسواق المالية، ممكن تشوفها هي الحالات، هي بسموها الفالس بريك أوت. طبعا هي الحالة ما مشمولة بنظرية التداول، لأنه هو قال هيك، ليش؟ لأنه هو قال هيك. تمام، فكمان هي نظرية خاطئة ولا يمكن تطبيقها بالأسواق المالية، هي القواعد تبعه إنه مو هي القواعد العامة، هي حالات خاصة فقط. بتلاقي بالأسواق المالية هيك شيء، بس هي حالات خاصة وليست الحالة العامة إنه السوق بده يعملها. أحيانا كتير بينزل بيعمل لك بيوقف بيعمل لك قاع، تمام، أعلى من هذا القاع، وبيطلع بيكسر هي القمة بيرجع بيهبط مرة ثانية. والعكس بالعكس مثل الحالة اللي شفناها في قاعدة ليست عامة، سوري داو It's untradable. ما فينا نداول بهيك نظرية. وعند التأكيد يمكن للمتداول الدخول مشاركة عمومية في هذه المرحلة تنفذ بالشراء خارج منها. المرحلة الثانية وهي مرحلة المشاركة الثلاثة للاتجاه العام بشكل. هلا طبعا اوكي طبعا somehow بالنسبة لمرحلة التجميع والتصريف انه عملك السوق له ثلاث مراحل، تجميع ثم صعود قوي ثم تصريف ثم هبوط قوي. اوكي هاي ماشي، اوكي اي ويل تيك ات، راح اقبل فيها. ومن ثم المبدا على انه لا وجود لاتجاهين عامين متضادين على مؤشرين مختلفين من مؤشرات السوق المواصلات لتوصيل منتجات هذه الصناعات، فاذا لم يتوافقا في مرحله ما فان هناك مشكله حاليه في الاقتصاد. طبعا هاي الباقي الاشياء ما بتفيكم بالتداول، هي بتحكي عن مؤشرات اقتصاديه، انه هو كان مدرس حالات اقتصاديه ما مدرسها بهدف التداول. باي ذا واي يعني هو كتب مقالاته عن الداو، ما كتب انه بده يتداول، كتب انه مدرس اقتصاد ما يضطر. عم اقول لك يعني تمام بكل البساطه انه انت مؤشرات السوق لازم يجب ان تؤكد بعضها، تمام؟ يعني مثلا مؤشر
شو بدنا نحكي مثلا؟ اوكي، يعني بتلاقي ارتفاع اسعار بنزين، او بتلاقي مثلا حظر بسبب كورونا مع انخفاض شو بحركه النقل. تمام، ما بصير مثلا اقتصاد هابط بسبب كورونا عم تزيد حركه النقل. هدول مؤشرات متضاده. هي المثال اللي قدرت انا اتصوره لكم اياه، فهي احد الامثله تبعها. أحجام التداول يجب أن تتوافق مع الاتجاه، which is correct، ما في عندنا اعتراضات كبيرة عليها. أحجام التداول القليلة هي إشارة على ضعف الاتجاه. هاي بدها تفصيل كثير من موضوع أحجام التداول، مو شرط أحيانا بيكون اتجاه تصحيح. ما في عندنا شيء اسمه اتجاه تصحيح، عشان النقطة الأولى، ما في عندنا شيء اسمه اتجاه عام. عندك قمة، عندك قاع، عندك زمن لهي الدورة الزمنية، انتهى الموضوع. هذول الثلاثة إذا عرفت تحددهم فأنت حددت عمر الدورة الاستثمارية تبعك حسب النظرية تبعي، فخلاص انتهى الموضوع. اتجاه عام، هاي كلمة شفناها، كلمة عامة مبهمة، فيك تقول لي هذا اتجاه عام وين؟ هون. ها أوكي، فرجيني اتجاه عام. ما في اتجاه عام، هيك الأسواق هيك بتتحرك. وين الاتجاه العام يا داو؟ اتجاه عام فيك تاخده ضمن تايم ويندو، يعني تعمل لي هيك مستطيل تقول لي تايم ويندو هاد هو الاتجاه العام، او مثلا من هون لهون. شايفين؟ خليني اعمل لكم اياه ريست زوم. من هون لهون، تمام، اوكي، هذا اتجاه عام صاعد. شايفين المستطيل حطيته بدايه المستطيل من اليسار حتى هون، هذا اتجاه عام صاعد، بمعنى اتجاه صاعد من نقطه الى نقطه. تمام، بس ما فيك تحدد انه اتجاه عام مثل عم تحكي عنه. حتى لو حددته اتجاه عام، اوكي، ممكن بالفعل تصدف انه انت حددته يطلع السهم تبعك او العمله تبعك سنتين وثلاث سنين واربع سنين ورا بعض، بس عندك عمليات التجميع حتقتل حسابك، ما حتستفيد منه. زائد اتس نوت تريدبل، ما فيك تداول على هذا الكلام العام المبهم. المتداول لما يتداول بده معلومات ايدج تريدنج، معلومات تقربه من حافه التداول، من اقصى قدر ممكن من المعلومات يحصل عليها. تمام، طيب شباب، خلصنا تقريبا، ما بظن انه في شيء مهم بعدين. على فكرة الشرح ممتاز، يعني فيكم تابعوا الفيديو لحالكم. نظرية الداو 2020 تريدنج انجينيرينج بيستاهل لايك اللي حطيناه، شرحه مختصر مفيد وجيد، بغض النظر انه هو عم يشرح نظرية عليها انتقادات، تمام، ولكن شرحه جيد، فيكم تابعوا. بس انا فهمتكم شو هم الانتقادات. ما فيك تعتمد على النموذج الداو للحركة، وللأسف كل المحللين الفنيين لحد اللي بيحكوا بنظرية الداو، هذا هو النموذج الحقيقي لتحرك الأسواق المالية، تحركات عشوائية، تحركات عشوائية. مين اللي بينظمها؟ الزمن، بداية ونهاية. بس ما فيك تقول لي إنه اتجاه عام، أي أوكي، ممكن يستمر اتجاه البيتكوين صاعد سنتين وثلاثة، بس أنت حتقدر، أو 10 سنين، أنت حتضل بالصفقة 10 سنين، ضمنان حالك تضل عايش، ما يجيك نوبة قلبية وتموت، أو سكتة دماغية وتموت خلال على 10 سنين أو 20 سنة، اللي بنحكي عن الاتجاه العام فيهم اللي هو أقل شيء سنة. فـ it's not tradable. تمام شباب؟ طيب خلصنا شباب احنا هلا، اذا في اي سؤال تفضلوا، ما في، خلونا نقفل اللايف لانه طول كثير. وين اللود؟ طيب شباب، شباب يعطيكم العافية، خلينا نسلم.